أشواقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. السلام عليكم، أنا معك عبد الله صادوق، جمعية الصيد والصقر واسم أولاد فرج الجديدة. إحنا دي الدورة الرابعة ديال مهرجان الصيد والصقر. إحنا شرف كبير لنا هذا الناس وهذا الجو اللي كنعيشوا هنايا. وحنا كجمعية الصيد والصقر هذه هواية ديالنا، مخلينا لنا الجدود ديالنا أب عن جد من جد لجد. وحنا كشباب كنحافظوا على الموروث، خاصو باش ما ينقارش من عندنا. والحمد لله حنا كشباب حافظين على هادشي، وكنتمنوا من الله يبقى ديما إن شاء الله من الولد ولد ومن الجد لجد